تنشرها عصبة صومالية واشنطن علي شريف أحمد أي ورقده يقون سيقرشل يوجد به مدحوينها مريكان كير دولان ترام تنشر علي شريف أي نقون يسفير كسدي حادة صومالية وصوم مقعود واشنطن تاني يسنة كلا بدي كون يافر يتبنكي تنشر علي خليفة أي هرو صوم نقضي سفير كصومالية دلال كيتوبيا يا فرنسا تنشر شريف أي بدل يا أحمد عيسى عود وهذا تنشرها صومالية دل كمريكان كالغا صوب لابو تطبيه تبنكي بشي ستم sanadkii 2015kii ilaa looga magacaabay xilka wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya bishii January sanadkii 2018kii Xamdan Mursal Abdullahi Star TV